السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا أصدقائي؟ النهاردة هعرفك على ميزة جديدة وهي من مزايا جوجل، اللي هي اسمها ايه؟ لانسز جوجل أو عدسة جوجل. الأبهية بتتكلم عن ايه أو بتحكي عن ايه؟ الأبهية على أندرويد ولا أيفون؟ كل ده هنعرفه بعد ايه؟ بعد الفصل. جوجل او لانسز جوجل بتتكلم ان هي ازاي انت تصور بعدد بالكاميرا تحت الموبايل بتاعك اي منتج او اي سلعه او اي حاجه وتجيب لك عليها صور. المنتج ده بيكون مثلا عباره عن اي حاجه، دواء مثلا انت مثلا او علاج مثلا انت محتاجه او اي حاجه وانت مش عارف اسمها، مش عارف شركتها، مش عارف بتاع، بتصورها بالموبايل وطبعا جوجل بتعمل عليها سيرش بيجيب لك بعض التفاصيل عليها من تحت. طب تعالى نشوف عملي مع بعضينا، يلا. جوجل التطبيق ده من احلى من مميزاته انك انت تعمل سيرش على جوجل من غير بفتح الكاميرا، من غير انك انت ايه تكتب، من غير من اي حاجه. يعني مثلا عندك مثلا علاج مثلا وبتاع وعايز تعمل عليه سيرش، او زي العلاج ده مثلا بنادول طبعا في منه كذا بنادول. شوف انت اول ما نديله علامه السيرش كده هو بيعلم عليه ايه، بيجيب لك كل، بيعلم على الكلام بتاع ايه بتاع الاسم. هنعمل علامه، نضغط علامه السيرش ويجيب لي ايه في النتائج، جاب لي كل ما هو اجراس بنادول، صيدليه، مش عارف كذا، الفرق بين بنادول الازرق والاحمر، بيجيب لك حتى الفرق، بيجيب لك الاسعار بتاعته، بيجيب لك مش عارف كل ما هو تمام. طيب دي حاجه. تاني حاجه، طب لو انا مثلا عايز يا سيد، عايز مثلا ايه النص، هيعلمني على النص زي كده مثلا اهو، هيعلم على النص واقول له ايه، علم على النص هيقراه، بيعلم اها. طبعا مش هتسمعوا انتوا اها. لو انا مثلا لو عايز حاجه يقراها مثلا التليفون برضو زي كده هو بيعلم عليها. طب لو انا عايز حاجه ترجمها بيقول لي، هقول له ترجم دي، هيضغط على الترجمه اهو، هنفتح طبعا خدمة الترجمة جوجل على طول، هو طبعا ترجمولي اهو انجليزي العربي، العربي الانجليزي زي ما انت عايز. طبعا في مميزات كتيرة طبعا، زي حاجة تانية مثلا عندك المتجر، لو حاجة دي انت مثلا التسوق مثلا، الحاجة دي انت بتشتريها منين، الصور المماثلة، صيدلية كذا كذا، كل حاجة. طبعا علامة الشوكة والسكينة دي لو انت عندك بتختار طبعا اول حاجة من فوق المطعم، بيجيب لك المطعم في المطاعم اللي حواليك تختارها وبتعرف التفاصيل بتاعتها والكلام ده كله والاشارة الى ايه. في طبعا في حاجة تانية مثلا، لو انت مثلا عندك صورة على الموبايل جالك على الواتساب او اي حاجة، بتضغط علامة الصورة دي فوق جنب جوجل انت زي كده وبتاع، وبدخلك على ايه، على الصور بتاعتك كلها، بيفتح لك الصور بتاعتك وكده. اصدقائي شفنا مع بعضينا ازاي جوجل بتسهل لي الامور بتاعتي، وفي تطبيقات جميله جدا، تابعونا عشان تشوفوا مزايا جوجل ومزايا مواقع المشهوره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.